مساء الخير، فقرة جديدة من فضفضة مع غنينا. اليوم راح يكون معنا قائد نادي القادسية شيخ اللاعبين صالح الشيخ، راح أسأله بعض الأسئلة، تابعونا عشان تعرفون شنو قال. كابتن صالح جاهز؟ جاهز. لماذا فضلت نادي القادسية عن باقي الأندية في بداية مشوارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اختيار نادي القادسية كان ينتمي لعائلة قدساوية، وكان يعني حلمها أن تشوفني لاعب في نادي القادسية. كان من الصغر أعشق كرة القدم، وكان أهلي أمنيتهم أني ألعب نادي القادسية. فهذا اللي صار، ان من يوم انا صغير يابوني هم دخلوني نادي القادسية. ما هي المباراة اللي احزنت صالح الشيخ؟ والله اكثر مباراة احزنتني يمكن حزنت الجمهور القدساوي بشكل عام، هي مباراة ضد الكرامة السوري في دور قبل نهائي دوري ابطال اسيا. يعني كانت فرصة كبيرة ان نحصل على دوري الابطال كاس اسيا ونشارك كاس عام الاندية، ولكن خسرنا على ملعبنا 1-0 من الكرامة السوري دور قبل النهائي، وكنا احنا الطرف الافضل واحنا كنا المرشحين للبطولة، لكن ما توفقنا والحمد لله على كل حال. هل الاحتراف اليوم الكامل أصبح حلم اللاعب الكويتي؟ شيء طبيعي، الاحتراف هو اللي يطور الكرة الكويتية بشكل كبير. يعني اللي يلبي طموحات الشارع الرياضي الكويتي هو الاحتراف، غير كذي هي مسألة اجتهادات يعني مو أكثر. يعني أما موضوع نبي نوصل ونبي نحقق ونبي نفوز وهو الاحتراف. يقال أن بدر المطوع هو أفضل لاعب في التاريخ في نادي القادسية. والله بدران يستاهل صراحة، بدر مو بس أفضل لاعب في نادي القادسية، بدر من أساطير الكرة الأسيوية، من أفضل لاعبين آسيا، والدليل على كلامي هذا بدر تم اختياره من ضمن 3 أفضل لاعبين بآسيا مرتين. يعني كان يستاهل هو الأفضل، ولكن يعني بعيننا هو الأفضل سواء خذ الجائزة ولا لا. بدر صراحة قدم شيء الكثير لنادي القادسية والمنتخب، فيستاهل صراحة بدر أن يكون هو الأفضل. لو عاد فيك الزمن، هل تفكر في الاحتراف خارج الكويت؟ الاحتراف الخارجي هو طموح أي لاعب، أي لاعب صغير لو تسألينه هو طموح أنه يحترف خارج ديرته عشان يمثل ديرته، يمثل دولته خير تمثيل يعني. ولكن هي بالنهاية مسألة يعني يكون نصيب، ده يكون لك فرصة إنك تروح أو ولا لا. يعني منو أكثر مدرب تعلقت فيه وتبي يكون مثلك الأعلى؟ والله شوف، مدربين هناك الكثير من المدربين اللي كانوا لهم بصمة بحياتي الرياضية، يعني سواء بداية دخول النادي هو عبد العزيز الراشد، فيصل الكندري، أحمد سليمان، فيتشكو، محمد إبراهيم، هناك كثير يعني اللي كان لهم بصمة في حياتي الرياضية. يعني متى يكون الانسجام في نادي القادسية بين اللاعبين المحليين والمحترفين؟ والله بصراحة ما هي مجاملة، ولكن عند نادي القادسية نوعية اللاعبين يعني سريعين الانسجام مع أي لاعب يدشنا من برا النادي، حتى إذا كان محلي أو كان محترف. ويعني حتى لو تسألون أي لاعب يعني ينضم نادي القادسية راح يأكد كلامي هذا، أنه يشهد لاعبين نادي القادسية أنهم دائما يكونوا على قلب واحد مع جميع اللاعبين، ما يفرقون سواء كان لاعب محلي محترف، سواء كان يانا من خارج النادي او سواء ولد النادي. الحمد لله هذه ميزه موجوده من عمر عندنا بالنادي. لماذا صالح الشيخ قليل الظهور اعلاميا؟ انا عندي وجهه نظر يعني لي انا يعني شخصيا او لغيري، يعني اللاعب طول ما هو يلعب ما احب انه يكون، ما هي من صالح اللاعب انه يكون كثير الظهور الاعلامي، يعني انه يصرح ويسولف مثلا كثير. يعني ما يقطع الشيء هذا، الاعلام لحق الجمهور لحق انك تطلع له، ولكن ما يكون الكثير. يعني طول ما انت تلعب انه يكون الظهور الاعلامي وكلامك خفيف افضل لمصلحه اللاعب. يعني هناك من طالب بالاعتزال ولكن المدربين مقتنعين فيك. هذا يعني هذا تقريبا ثقافه عندنا بالخليج كلها، يعني اكثر شيء ينظرون لعمر اللاعب اكثر ما ينظرون شيء اللي قدمه اللاعب. يعني ينظرون انك شوي كبر بالعمر خلاص، يعني تبتدي الناس شوي طالبة في الاعتزال، وهذا شيء طبيعي عندنا بالخليج يعني. ولكن ايضا نسمع في ناس طالب، ايضا هناك كثير من الناس ايضا طالبك بالاستمرار، تشوفك انك قاعد تقدم مستوى، طالبك الاستمرار ما بغض النظر عن عمر اللاعب يعني. ولكن بالاخير هو اللاعب عارف نفسه انه اذا قادر يكمل
ولا هو مو قادر، هو اللي يعرف نفسه. ونفس ما قلت المدربين ايضا هم تكون لهم وجهه نظر. يعني صالح الشيخ مع او ضد تعاقد الانديه الكويتيه مع المدربين الاجانب؟ لا انا مع، مو بالمسمى سواء اجنبي او وطني، انا مع التعاقد مع مدرب ذو كفاءه عاليه، يعني المدرب اللي يطور الفريق ويطور اداء اللاعب الشخصي نفسه. يعني ممكن في مدربين مره يعني شفناهم سواء عندنا او انديه ثانيه تلقى يعني اثر مستوى الفريق بشكل كبير وينزل حتى مستوى اللاعب الفردي يعني. ولكن انا مع التعاقد مع المدرب اللي يخدم الفريق، اللي يطور اللاعب، اللي يلبي طموحات الجماهير. خصوصا في مدربين الحمد لله يعني يمكن مره هم علينا مدربين مميزين، يرفع اداء اللاعب، يطور اللاعب، يطور اللاعب الصغير، يعرف شلون يحافظ على انه يكون الفريق على قلب واحد وانه يرفع مستوى اللاعب والفريق. لك تصريح ان مستوى الارضيات غير صالحه للعب في مستوى عالي. والله بالنسبه للارضيات هي مشكله كبيره يعاني منها اللاعب الكويتي. يعني مرات تكون مباراه جماهيريه والجمهور يطلب انه من اللاعبين انه يقدم مباريات كبيره، تلقى المستوى ما يليق بطموح الجماهير وما تليق المباراه المستوى الفني اللي الكل يبيه يعني. بسبب الارضيه، يعني الارضيه يعني اذا كانت سيئه صعب ان اي لاعب يقدر يطلع امكانياته او اي فريق يقدر يلعب نفس ما المدرب يبي منه. يعني خصوصا اذا فريق يلعب باص بالارض تحت، صعب انك تلعب ارضيات مو زينه. يعني احنا غالبا اكثر المباريات تكون الارضيات ما هي زينه، يعني مو بس احنا، انا وربما تكون الارضيه مو زينه اللي مساهم اعلى منه. لما تكون الارضيه مو زينه كلهم مدربينهم لاعبين يصلحون الارضيه ما كانت زينه عشان شيء ما لعبنا بشكل جيد. وهي فبال احنا اللي يعني احنا مو محترفين، ولكن نطالب ابسط شيء ان تكون الارضيات صالحه للعب. يعني ارضيه تكون تخدم امكانيه اللاعب انها تطور المباراه بشكل كبير، هذا اللي يتمناه اي لاعب. يعني ابسط شيء ان تكون الارضيه صالحه للعب. يعطيك العافيه كابتن صالح الشيخ. الله يعافيكم، مشكورين.